محاضرة رقم 2 في حاجة اسمها العلاج المعرفي السلوكي. حلو، ده علاج بيستخدم في علاج القلق والاكتئاب ومعظم الأمراض النفسية. الحلقة اللي سجلناها أو المحاضرة اللي سجلناها المرة اللي فاتت موجودة على اليوتيوب، وموجودة النقط، هتلاقي في الديسكريبشن هتلاقي النقط اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي كنا احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على حاجة اسمها كور بيليفز، واتكلمنا على حاجة اسمها كوجنيتيف ديستورشن اللي هي المعتقدات المحورية والتشوهات الفكرية. المعتقدات المحورية دي لما كنا بنتكلم المرة اللي فاتت كنا بنقول تاني، اللي ما سمعش المحاضرة موجودة اهي على اليوتيوب اللي نزلتها امبارح زي ما قلت لكم، وفي الديسكريبشن هتلاقي النقط اللي اتكلمنا فيها. في حاجة اسمها معتقدات محورية، دي وجودها بسبب مرض نفسي، وفي تشوهات فكرية ده وجودها بسبب مرض نفسي. المعتقدات المحورية دي زي ايه؟ زي مثلا ان انا فاشل، ان انا غير محبوب، زي المستراست، ان انا ما ينفعش اثق في اي حد حواليا، هوبليس وهيلبليس، ان ما حدش يقدر يساعدني وانا ما اقدرش اساعد نفسي، كده معتقدات كده بتبقى موجودة تسبب امراض نفسية. طيب وفي تشوهات فكرية بقى، او تشوهات بنسميها معرفية، اللي هي ان طرق تفكير غلط، يعني زي مثلا طريقة التفكير الابيض والاسود، جوزي احسن جوز في العالم، بعدين يومين ثلاثة جوزي اسوأ جوز في العالم، يعني ابيض واسود، التفكير القطبي ده غلط، والشخصانة برضو غلط، اللي هو ابني سقط في الامتحان يبقى انا السبب، وهكذا. في وكاتاستروفايزنج اللي هو التفكير الكارثي وتوقع الاسوأ دايما، كل دي تشوهات فكرية أو معرفية لازم بنعدلها بالعلاج السلوكي المعرفي. طيب النقط اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة، هي احنا لسه بنتكلم في الأساسيات، ما دخلناش قوي احنا هنعمل ايه بالظبط، انا عمال اديكوا أساسيات، والأساسيات دي مهمة في العلاج. بعد كده من أول المرة الجاية هنبقى بنركز في أمراض معينة، يعني مثلا كيفية استخدام العلاج المعرفي السلوكي في علاج الإدمان مثلا، ده المرة الجاية لمدة 3 أو 4 مرات. كيفية استخدام العلاج المعرفي السلوكي في علاج القلق، كيفية استخدام العلاج المعرفي السلوكي في علاج الاكتئاب، وهو ده اللي احنا هنقضيه بقى، هتبقى disease focused، يعني مركزين على مرض او disorder معين. طيب فكرة أساسية كده في الصحة النفسية وفي أي طرق العلاج، لازم تعمل حاجة اسمها journal، اللي هو أنت تكتب مشاعرك أو تكتب مذكراتك. محبش اقولها مذكراتك يعني، لان الواحد لما بيقول بيكتب مذكراته يعني كأنه بيكتب قصة حياته كلها، لا انا عاوز تكتب مشاعرك وافكارك وسلوكك اللي بيحصل يوميا، ويا ريت نبدأ بالموضوع يوميا في الاول، بعد كده هيبقى ممكن مرتين في الاسبوع. يبقى تاني حاجة في العلاج كده احنا بنتكلم النهاردة الاسس، فاهم، والتطبيقات، حاجات من الاسس في العلاج ده، لازم انا يبقى عندي كشكول كده بكتب فيه مشاعري وافكاري وسلوكياتي. حلو، طب يا دكتور يعني ماشي، انت قلت لي اكتب افكاري ومشاعري، يعني الاقي موقف كده واكتب انا اتصرفت في الموقف ازاي، ده اسمه سلوكيات، حسيت بايه ده اسمه مشاعر، فكرت بايه والموقف بيحصل ده اسمه افكار. حلو، اكتب الثلاثة دول وبص على اللي انا كتبته ده، هل اللي انا كتبته ده منطقي ولا مش منطقي، مش لازم ايجابي ولا سلبي، لا منطقي يعني ولا في حاجة غلط. ما انت دلوقتي اتعلمت بقى ان في اخطاء معرفية من المحاضرة اللي فاتت، فبص عليه كده في حاجة غلط ولا لا، لو في حاجة غلط نغيرها وبدلها. يعني ايه اغيرها؟ يعني اكتب ايه طريقة التفكير الصح اللي المفروض اكون افكر في الموقف ده، وايه السلوك الصح اللي المفروض كنت اتصرفه في الموقف ده. طب دكتور الموضوع صعب عليا، انا مش فاهم اي حاجة منك، خلاص ايه خلينا البيز لاين، ايه نبدأ فين، اكتب بس، ما تصلحش حاجة يا عم خالص ولا تغير اي حاجة، اكتب بس، اكتب الافكار والمشاعر. طيب وانت بتكتب خلي الموضوع سيمبل، يعني ما انت مش بتكتب كتاب وتقعد تصلح وتكتب جمله وبعدين ايه ده الجمله دي غلط لا نصلحها، انا عاوزك تسيب نفسك كده بحيث اللي جوه يطلع. حلو، ودي هتغيرك، هتنقلك حته تانية. يعني الموضوع اللي انا بقوله لك ده هو يبان انه سهل، سهل سهل، بس هو صعب في ايه؟ صعب ان انت هتواجه نفسك، ومواجهه نفسك دي هي بدايه النجاح في اي حاجه، في اي حاجه، في علاقات، في عمل، في دراسه، في كل حاجه، هي مواجهه نفسك دي رقم واحد، العدو الاول انت، وبعد كده هنشوف بقى الباقي. فانت هتبقى في صعوبه، مش صعوبه في التكنيك، صعوبه ان انت هتشوف انت بنفسك اكنك بتبص في المرايه،
واحده مثلا متضايقه من شكلها وقمنا حاطين المرايه قلنا لها بص في المرايه، فهتبقى مش لو مش مستعده نفسيا للموضوع هتتعب. فانا عاوزك برضو انت بص الموضوع هو هيبقى صعب، بس هو ده حاجه هتؤدي الى ايجابيات في المستقبل كبيره جدا. برضو keep it private، يعني ايه؟ يعني الكشكول اللي انت بتكتب ولا النوتة اللي بتكتب فيها مشاعرك دي ما تسيبهاش بقى واخواتك الصغيرين يفتحوها واصحابك في الشغل يفتحوها. انت لو كاتب انا عندي مشكلة بالاحساس بالفشل وافكار ان انا فاشل وكده، واخوك قراها هيجي يمسكك طول النهار في البيت يا فاشل يا فاشل. حلو، ف يعني دي حاجة لازم تبقى برايفت، وزي ما قلنا ايه اعملها لو تقدر كل يوم في الاول يبقى كويس. دي هتساعد على الثقة في النفس، هتساعد على emotional intelligence اللي هو الذكاء العاطفي. عارفين طبعا الذكاء العاطفي اللي هو تبقى تعرف تفهم مشاعر الناس وتفهم مشاعرك، دي مهمة. أهم ما تفهم العلم تفهم مشاعر الناس ومشاعرك، دي مهمة. القلق هيقل، التوتر هيقل، والصراحة يعني انت مش هتتعلم السي بي تي اللي هو العلاج المعرفي السلوكي ده اذا ما كنتش بتعمل الموضوع ده. انا بقول لك اهو، ايا كان اللي سامعني دلوقتي طبيب ولا متدرب ولا ايا كان هو او بيعاني من مشاكل نفسيه او بيحاول يحسن من الصحه النفسيه، اذا انت مش هتعمل الجورنال دي اللي هي تكتب مشاعرك كل يوم دي هتبقى فيه مشاكل، يعني سوري مش هتبقى فيه نتيجه يعني ايجابيه قوي من الكورس اللي انت قاعد تسمعه ده. طيب دكتور اديني امثله كده، هو انت بتعمل ايه بالظبط؟ قلت لكم انا بحاول اغير الافكار الغير منطقيه والسلبيه الافكار اكثر منطقيه وسلبيه سوري واكثر منطقيه وايجابيه، لان ده هيطلع مشاعر ايجابيه فهيطلع سلوكيات ايجابيه. طيب اديني مثال كده، مثلا الست اللي عندها anxiety disorder اللي هو القلق، مرض القلق المرضي، دي ايه الافكار اللي عندها؟ هتلاقي الافكار اللي احنا قلناها المره اللي فاتت البايظه دي خالص، التشوهات الفكريه دي عندها، هتلاقيها بتكاتاستروفايز اللي هي التفكير الكارثي، هتلاقيها بتماجنيفاي بتكبر كل حاجه، هتلاقيها عندها ايموشنال ريزونينج اللي هو ايه اللي انا حاساه يبقى واقع، يعني انا لو حاسه كده بقبضة يبقى اكيد العيال خبطهم اتوبيس وماتوا، طب انا حاسه بكتمه يبقى اكيد جوزي هيجي له سرطان، طب انا حاسه بدوخه يبقى انا عندي مرض خطير في المخ، وهكذا. ونقعد بقى على الوضعيه دي طول الوقت. اوكي، طب انا لما واحد يكون كله افكاره كده اتجاه سلبي كده، حاسس بغم، في مصيبه، حاسس برعب، ده بطني وجعاني يبقى انا عندي سرطان، العيله اتاخرت يبقى حد خطفهم، جوزي قاعد على الفيسبوك يبقى بيكلم واحدة، كل التفكير بالطريقة دي ده هيسبب مرض اسمه anxiety، هيعرض لي مشاعر دي هتبقى فيها خوف وقلق وتوتر. مش بس مشاعر يعني، ده كمان أعراض جسمانية. انتوا عارفين طبعا القلق بيعمل صداع وبيعمل زغلالة في العينين وبيعمل تنميل وشكشكة وبيعمل حاجات كتيرة، وساعات بيعمل panic attacks وبيعمل كذا حاجة. طب هو دكتور الافكار والمشاعر اللي انت بتتكلم عليها دي السلبيه دي اللي هي فيها قلق دي هتعمل ايه؟ طبعا هتعمل سلوك سلبي. طبعا انا مثلا مع اولادي لو انا من النوع اللي بيخاف هبقى اوفر بروتكتيف، فبقتلهم انا كده، هضيع عن العيال دي مستقبلها. عارفين ان الام الاوفر بروتكتيف اللي عندها حمايه زايده دي اللي هي ولا ما تقعدش هنا، ما تنزلش هنا، ما تجيش هنا، حاسب من هنا، وهتخلي العيال ايه تبقى عندها خوف زياده وقلق زياده. طبعا هتعمل مشاكل في العلاقات لان انا بتوقع الخيانه وبتوقع ان في حاجات غلط هتحصل، وتوقع طبعا هتعمل مشكله في العلاقات، مش بس العلاقات اللي هي الزوجيه والعاطفيه، هتعمل علاقات في العمل كمان لان انا احس ان هم هيطردوني واحس ان اصدقائي في العمل ضدي وهحس ان رئيسي في العمل مستقصدني وهنخش في فاحنا المثال اللي انا قلته ده ان بس افكار القلق سببت مشاعر قلق سببت سلوكيات بقى سلبيه. حلو، طبعا عمري ما هبقى ريسك تيكر مثلا ولا عندي خوف زياده قوي كده، مش هحقق حاجه في الحياه لان الحياه محتاجه يعني حته شجاعه وانا كل الفكره مسيطره عليا خوف. ادينا مثال بتاع الاكتئاب المره اللي فاتت كان مثال حلو، ده اللي هو واحد كده المكتئب بيصحى من النوم عنده كده افكار سلبيه بالعبيط،
فيش مني امل، انا انسان فاشل، محدش بيحبني، يعني انا هروح الشغل دلوقتي هعمل ايه؟ ما انا عكيت الدنيا الاسبوعين اللي فاتوا. حلو، لما يكون دي الافكار، ايه الاحساس اللي هيجي؟ هيحساس بقى بان هو تايرد ومش قادر يقوم من على السرير، هيجي له احساس بالاكتئاب والكآبة والحزن. طب ايه السلوك اللي هيعمله؟ هيقعد في السرير كده مكانه، يشد البطانية على دماغه كده اهو، يقولك مش رايح الشغل. ده مش بس كده مش هفتح الباب اصلا، مش بس كده انا مش هخرج اكلم الناس، مش بس كده انا مش ههتم بنفسي اصلا، ومش هاخد دش ولا اخد شاور ولا اخد ولا اهتم بالهايجين بتاعي. يعني افتكر وانا في مصر كنت شغال، رحنا جبنا عيان من البيت مره، حبس نفسه في البيت بقاله يجي شهرين او حاجه كده، اوكي، ما دخلنا البيت طبعا كان في تمريض وكسروا الباب وقصه طويله كده، وهو المريض بيعاني من اكتئاب ومعاه اعراض فصاميه، حلو، حاجه اسمها سكيزو افكتيف، المهم مش هنخش في تفاصيل يعني طبيه، بس ايه، في اكتئاب شديد قوي. خلاص ما بقاش يقوم من السرير بقى، فاهم، بالعافيه كده بيخش يوردر بيتزا، البيتزا بتجيله ياكلها ويرمي الباقي في البيت، ويرمي العلب ويرمي حاجه، البيت كله كان ديدان، ديدان كده على الحيطه، عارف انت فيلم رعب، عارف داخل فيلم رعب، ديدان كده ماشيه وريحه غريبه، وراجل شعره مش عارف عامل ازاي، ودقنه طويله، بص ما استحماش بقاله يجي 3 سنين. وليه الموضوع ابتدى باكتئاب، والاكتئاب زاد زاد زاد، ابتدى الاول انا مش رايح الشغل، طب خلاص انا مش هشوف اهلي، طب انا مش هقابل صحابي، طب انا مش هنزل النادي، طب انا مش هاخد دوش، طب انا مش ههتم بكذا، طب انا مش هاخد الدواء، وهكذا الموضوع بيزيد. فشايف انت الافكار طبعا. طب الدكتور، هو الحاله اللي انت بتقولها دي السبب الاساسي هو الافكار السلبيه؟ لا، ده جزء من المشكله وجزء من العلاج برضو، ان احنا في جزء من العلاج، يعني العلاج زي ما قلنا مليون مرة، العلاج بالدواء والعلاج بالرياضة، وساعات في ناس بتحتاج مستشفى، والعلاج النفسي والعلاج بالروحانيات، يعني العلاج كذا جزء منه، العلاج المعرفي السلوك. اتفقنا ان انا ابدأ اغير الافكار السلبية واخليها ايجابية. طيب، حتى برضو العلاج ده بيستخدم في علاج الغضب، الانجر مانجمنت. في ناس عندها مشكلة في الغضب وبتشتم وبتدخل في نفسها في مشاكل قانونية وبتمد ايدها لانه مش متحكم في الغضب. بنبعتهم طبعا كورس اسمه انجر مانجمنت، كورس يعني ازاي يتعلموا التحكم في الغضب، ده جزء منه طبعا العلاج المعرفي. يعني ديك مثال، مثلا واحد مثلا سايق العربية وماشي، اوكي، واحد cut you up كده، اللي هو يعني قطع عليك، انت ماشي بالعربية كده، عارفين الناس بتقطع عليك كده في مصر، ده العادي، انما هنا قليل يعني ما واحد يقوم قطع عليك كده، بس يعني anyway لما واحد يقطع عليك بالعربية كده، يكسر عليك كده، تقوم انت الفكرة اللي تيجي في دماغك، شوف الراجل بيهزقني، شوف الراجل بيعمل بينط عليا ازاي، شوف الراجل بيعمل ايه، شوف شوف شوف, شوف. والتاني الفكرة، انا اعلمه الدرس، ما واقوم مادد انا ايه الاول، نوبات مشاعر الغضب تزيد تزيد تزيد، ضربات قلبي تزيد، وشي يحمر، احس عضلاتي كده في كونتراكشن جامد، اقوم ايه، لا اما فتح الشباك وشتمه، لا اما كسر عليه، لا اما موقفه ونازل ضاربين في بعض احنا الاثنين. يعني المهم البيهيفير كله سلبي. ليه؟ ابتدى بايه، بفكره ان الراجل ده بيستقصدني، وان الراجل ده قصده يكسر عليا، والراجل ده بيهزقني، مع ان الراجل ده ممكن يكون بيمشي بسرعه لانه عاوز يجيب ولاده، ممكن بيمشي بسرعه لانه رايح المستشفى مش عارف مين، ممكن وممكن يكون هو قصده يكسر على الناس، بس في احتمالات كتيره انت نقيت منهم السلبي وكملت عليه. anyway شايف انت الطريقه دي، في الاكتئاب ابتدينا بافكار سلبيه، في الغضب ابتدينا بافكار سلبيه، في القلق ابتدينا بافكار سلبيه، احنا هدفنا من العلاج نغير الافكار. طب يا دكتور، هي ايه الافكار السلبيه دي؟ الافكار السلبيه دي اللي انا شرحتها المره اللي فاتت، اللي هي تشوهات فكرية ومعتقدات محورية. اسمع، انا حطيت اللينك اهو موجود في الكلاب فوق، اسمعوا، اسمع اسمع المحاضرة دي كلها كده، ايا إن كان انت ما عندكش مشاكل نفسية او مش طبيب ومش معالج، انا بقول لك اللي انا بقوله ده هيفيدك، ما كانش هيفيدك، هيفيدك مستقبل في ولادك، هيفيدك في علاقاتك، هيخليك تنجح في الشغل. طيب دكتور، هو انت لما عمال تقول لي افكار سلبيه، ده مشاعر سلبيه تعمل سلوكيات سلبيه، هو انت هدفك بقى تغير كل الافكار دي تخليها ايجابيه؟ لا، انا هدفي الاكتر ان انا اغير الافكار دي واخليها واقعيه،
خليها ايه، واقعية منطقية. يعني هو افكار الخوف لازم يبقى عندنا كلنا خوف، ما هو الخوف ده لو شلناه احنا كلنا هنموت. احنا السبب اساسي من اسباب بقاء الانسان هو الخوف، بس الخوف الزيادة قوي ده بيموت الانسان برضو. فانا عاوز الخوف المنطقي الواقعي. طب انت ازاي هنعمل كده؟ يعني مثلا واحد بطنه وجعته، حلو، جاله فكرة ايه ده، احتمال يكون عندك سرطان في القولون. ما ده احتمال فعلا، انتوا عارفين يعني واحد بطنه وجعته احتمال يكون فيه سرطان في القولون، احتمال، بس النسبة كام، البروبابيليتي كام، اللايكلي هود كام، الايفيدنس كام؟ يعني واحد بطنه وجعته وبعدين راح الحمام، بيبص في الحمام لقى دم، يعني بيعمل بيبي، البيبي كله دم، لا وبقاله بيخس 3 4 شهور بيعمل يخس خالص، حلو، وبيرجع دم في الحمام، دم وبيرجع دم وبطنه وجعاه. يعني ان انا اشك ان ده سرطان عادي، ما حدش هيجي يقول لي انت مريض، انت بتفكر سلبي ليه، فكر سلبي ايه يا عم، فاضل حاجه تاني ما تفكرش فيها، حلو. انما واحد عنده قولون عصبي وكل شويه بطنه تروح توجعه شويه غازات وبعدين تيجي وبعدين، يبقى طول النهار عمال يفكر ان ده سرطان، وبقاله 5 سنين بيفكر ان ده سرطان، وهو قولونه عمال يروح ويجي، واطمن من الدكاتره وقالوا له ان ده مش سرطان وده قولون عصبي. لا، هنا بقى انا عاوزك كده بلاش الافكار السلبيه يا نبي، وخلينا نفكر بطريقه واقعيه، لان الاحتماليه والبروبابيليتي واللايكلود ان ده حاجه بسيطه، فما تكبرهاش، لان انت بتكبرها كده بتسميها ماجنيفيكيشن او بنسميها كاتاستروفايزيشن اللي هو التفكير الكارثي. تمام، برضو احنا بندور على الايفيدنس، يعني ما يبقى في حاجه وانا مش عارف. يعني انا بعدي الشارع مثلا، حلو، لا انا مش هعدي الشارع ومش هنزل من بيتنا لان ممكن عربيه تخبطني اضيع فيها. هو فعلا في ناس بتعدي الشارع عربية تخبطها تموت، في كل حتة في العالم طبعا، في اماكن الموضوع زيادة قوي، في اماكن قليل، بس في احتمال انت بتعدي الشارع واحد سكران ولا واحد مش واخد باله يقوم يخبطك تموت، في احتمال ده، حلو، بس ده نسبته كام؟ وهل انت لو انت نزلت كده وبصيت شمال ويمين وتأكدت ان مفيش عربيات وعديت، هل ده يعني هل الطريقة دي فعلا امان ولا مش امان؟ امان. يبقى انا احتماليه ان حد يخبطني ولما اكون انا حريص واخد بالي ومختار الطرق اللي انا فيها كويسه، يبقى هو ده التفكير المنطقي اللي احنا بنتكلم عليه. يبقى مش هدفنا دايما البوزيتيف ثينكينج، هدفنا الراشنال ثينك، حلو، مش عاوزين الايراشنال، عاوزين الراشنال، حلو. لان ساعات البوزيتيف على فكره التفكير الايجابي هو بيبقى غير منطقي، وساعات بيبقى ديلوجنال، ضلالات يعني. يعني مفيش مخاطر في الحياة، أنا عندي أمل، وقريت كتاب دكتور نادر بيقول لك كتب 7 مبادئ كلهم إيجابيين عيش بيهم ومفيش مشاكل خالص. لا، أنت تاني عايدة، تاني جزء من تطور الإنسان حاجتين مهمين، إحساسه بالفشل ده خلاه يتطور، إحساسه بالخوف ده خلاه يتطور برضه. ليه؟ إحساس بالخوف ده خلاه يحافظ على نفسه. الشجعان، عارف زمان الشجعان، الشجعان دول ماتوا، الجينات ما عرفوش يورثوا الجينات بتاعته. يعني واحد يطلع من الكهف كده ويقول لك انا الاسود دي ما بخافش منها، ده راح، راح مع اللي راح، اوكي. الجبناء اللي قعدوا في الكهف واستخبوا وبنوا باب للكهف هما دول اللي عايشوا، حلو. فاحنا كلنا اهالينا زمان الجبناء، الشجاع كله راح. فانت يعني اللي انا عاوز اوصله ايه، ان الخوف within limits ده مهم، والاحساس ان انا عاوز اغير في نفسي واطور في نفسي within limits ده مهم. يعني انا حاسس ان انا مثلا productivity بتاعت الشغل بتاعتي مش كويس، انا عاوز احسنها شوية، مش هقول ده عنده احساس بالفشل وبتاع، لا، ده الاحساس البسيط ده هو اللي بيخليه يطلع لقدام. انا مش مبسوط في القاهرة وفي فرص تانية في اسكندرية، والقاهرة فيها سلبيات وانا مش عارف ايه، واروح اسكندرية الاقي شغل هناك احسن. اوكي، الاحساس ده برضو ان هو مش بيأدي دوره كويس، او ان البيئة اللي حواليه مش كويسة او كده، وعاوز مكان احسن، ده برضو سبب التطور للاجيال، حلو. فاحنا بندور على التفكير الواقعي والايجابي وزن ليميت. طيب، حاجة كمان نتعلمها في
علاج المعرفي السلوكي، حاجة اسمها ديلي افيرميشن. ديلي افيرميشن اللي هي بوزيتيف افيرميشن، اللي هي التأكيدات الإيجابية. لو انت رحت على جوجل كده وكتبت ايه التأكيدات، اسمها التأكيدات او التوكيدات، التأكيدات الإيجابية او التوكيدات الإيجابية. التأكيدات الإيجابية دي حاجات كده انت لازم تفكر بيها او تفكر نفسك بيها كل يوم. يعني ايه؟ زي اديني امثلة. يعني ممكن تكون آية قرآنية، آية من الإنجيل، مقولة لحد مشهور، جملة كان جدك بيقولها لك دايما، وتطبعها او تكتبها وتعلقها على الكمبيوتر او تعلقها على التلاجة او تحطها في المحفظة او تبقى هي الباك جراوند عندك في الموبايل وتبقى بتقراها. ممكن تبقى جملة واحدة وهي دي اللي بتغير لك حياتك، وممكن تبقى مجموعة من الجمل، ستيتمنت كده انت لازم بتقراها كل يوم. anyway، لان الانسان اللي بيعاني من مشاكل نفسية بيميل الى الافكار السلبية اكتر. اوكي، فانا لازم احط له شوية افكار ايجابية، يعني بيميل للافكار اللي قلناها المرة اللي فاتت، مفيش امل، وانا الحياة كلها مشاكل، وانا مش قادر، وكل الناس هتخني، وانا عندي احساس بعدم الامان، فانا لازم اغير المعلومات دي وابقى قدامي affirmation اللي هي التأكيدات التوكيدات الإيجابية. لو انت عاوز تشوفهم بالانجليش، احسن موقع عاملهم موقع اسمه كودا، CODA، كودا اسمها كودا affirmation، مشهورة هنا يعني في كندا. كودا دي اللي هي اجتماعات كده بيعالجوا فيها ادمان العلاقات، عارفين انتوا الناس المدمنة علاقات، اللي هو غير ادمان الجنس، لا اللي هو ادمان الحب، يعني اللي هو يحب حد ومش عارف ايه، وبعدين الحد ده يقلبه فيروح يحب حد تاني، وبعدين الحد ده يقلبه وبعدين يروح يحب حد تالت، وهكذا كل شهرين ثلاثة بيحب لي حد. حلو. اللي احنا بنسميها كوديبندنسي، الاعتمادية في العلاقات وادمان العلاقات. المهم هم عاملين بقى، لان الناس اللي عندها مشكلة في الاعتمادية في العلاقات والحب المتكرر ده بيبقى عندهم مشكلة في النظرة للذات، فهم عملوا شوية تأكيدات إيجابية كده أنت تستخدمها. بس زي ما قلت لك، مش لازم نستخدمهم، مش لازم نستخدمهم بالصورة اللي مكتوبة. أنت ممكن يكون حاجات، لأن الثقافة بتأثر برضو، ممكن يكون عندك حاجات عربية أنت عارف إنها بتهديك وبتحسن من مودك وتحسن من ثقتك بالنفس، ممكن تستعملها. طب اديني أمثلة كده، مثلا إن أنا مثلا هتكتب أنا مثلا مش لوحدي، أو ربنا معايا طول الوقت، أو أنا عندي مواهب كتيرة، او انا بقدر احب الناس والناس بتحبني، او انا اقدر احط حدود في علاقاتي، او انا بحترم نفسي وبحترم الناس اللي حواليا، وهكذا بقى. كل واحد بيبقى ليه شوية جمل بترن معاه وحاسس ان هي دي، او انا هسامح نفسي. لو هو في ناس عندها احساس بالذنب المرضي ده، واحساس بالخزي والعار، وعارفين الاحساس بالذنب ده مميت، فبيبقى لازم يكتب كل يوم ان انا بسامح نفسي، ويكتب هو سامح نفسه على ايه. سامح نفسه ان هو ضايق ماما النهارده، سامح نفسه ان هو ما خدش ولاده في الميعاد من المدرسه، سامح نفسه ان هو زعق في خطيبته، يعني يكتب هو بسامح نفسه ليه. anyway، انا لما انزل الحلقه دي على اليوتيوب هبقى انقي شويه بوزيتيف افيرميشن هكتبهم، اوكي، بحيث انت تستخدمهم. بس anyway، اللي محتاج يقراهم هتكتب تأكيدات التوكيدات الإيجابية على جوجل وهتلاقيهم ايه موجودين. طيب، يبقى تاني الناس اللي لسه داخلة، احنا بنتكلم على العلاج المعرفي السلوكي. افكار سلبية بنحاول نغيرها ونخليها إيجابية. شرحنا النهاردة حاجتين لغاية دلوقتي مهمين، ان انا لازم اجورنال اللي هي اكتب مشاعري وافكاري كل يوم، وان انا لازم يبقى عندي شوية حاجات ايجابية كده تفكرني والزقهم على الحيطة، على التلاجة، على الكمبيوتر، شوية جمل كده بتخليني ايه رايق كده، واثق في نفسي، واثق في ربنا، واثق في العالم اللي حواليا، واثق في الناس اللي بحبهم ويحبوني. اتفقنا؟ طيب دكتور، هو موضوع الافكار الطريقة دي في العلاج مهمة؟ زي ما قلت لك، لان دي هتغير نظرتك لنفسك، نظرتك للآخرين، ونظرتك للعالم. اوكي، احنا عايشين ازاي، بنبص على نفسنا ونبص على اللي حوالينا، بص على العالم ان جنرال. طيب، هو الافكار يا دكتور اللي انت عمال تقولها دي، وناس بتفكر بطريقه سلبيه وناس بتفكر بايجابيه، ليه 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 في ناس كده وناس كده؟ بص، الموضوع في جينيتك انفلونس،
بنسميها جينيتك بريديسبوزيشن مش جينيتك ديترمينيشن. جينيتك ديترمينيشن يعني اللي هو ايه، الجينات كده كده لازم تطلع، اللي هي مثلا في لون العين مثلا، لون العين ده ليه جينات، يعني عندك الجين بتاع لون العين الازرق، اللون العين هتبقى لونها ازرق بنسبة كام؟ اولموست 100%. برضو لون الشعر، دي حاجات الجينات متحكمة فيها. طب وفي الحاجات النفسية الجينات بقى بتعمل حاجة اسمها بريديسبوزيشن، يعني ايه؟ يعني هيبقى عندك قابلية اكتر تتقبل الافكار السلبية. فالجينات ليها دور في الافكار السلبية برضو. اول 6 سنين في حياتك ليهم دور كبير جدا في استقبال الافكار السلبية، طبعا لو كان في ايذاء او عدم حب او اهمال من الاهل او بنسميه ايه، تنمر، او يعني اول 6 سنين دول بيهزوا الطفل. يعني عشان كده ايه، يعني الامهات معانا، امهات كتير حاضرين معانا، يعني اول 6 سنين ركزي مع ايه، اطفالك. حلو، عايزين نكريت انفايرومنت كده لافينج انفايرومنت. حلو، لان دي لان البرين الديفلوبمنت في الاول 6 سنين دي مهم جدا. فحاولي ايه، مش لازم نشتغل قوي، ناخد اجازه، لو انت لازم تشتغلي جوزك ياخد اجازه، نحاول نخلق جو حلو في اول 6 سنين في حياه ولادنا، لان دول هياثروا على افكار السلبيه طول العمر. برضو الظروف اللي هتمر بيها، تعرضت لمشاكل، خناقات، عايش في مكان، يعني نفترض مثلا الـ unemployment rate عالي، اللي هو بتسموها ايه، ما فيش وظائف، يعني انت عايش في بلد ما فيش وظائف خالص للشباب، الشباب ده كله او اغلبه هيعاني من احساس بالفشل وكور بليف الفشل. ولو عدم وجود وظائف دي وفرص للشباب لسنين طويله، ده هيخليها كور بليف بقى، هيخليها افكار محوريه. يعني انا مثلا ايه، قعدت مثلا شباب في بلد معينه لمده 10 سنين ما فيش شغل وفقر ونيله الدنيا زباله، بعد 10 سنين قمت فاتح شغل بالعبيط بقى وكل حاجه حلوه وفرص ونجاحات ومشاريع وبتاع. حلو، الشباب ده خلاص بقى له 10 سنين معتقدات محوريه ان انا فاشل، مش سهل كده تنقله، ده كلهم محتاجين علاج نفسي او توعيه جماعيه يعني. بس anyway، يبقى طبعا الثقافه بتاثر، البيئه اللي انت فيها بتاثر، الايمانيات بتاثر، الجينات بتاثر. حلو يا دكتور. حاجة يمكن دي اخر حاجة هقولها النهاردة في حصة النهاردة، ان احنا عشان تفهم الافكار السلبية دي، عايز تخيل كده واحد لبسته نظارة زرقاء، عارفين بنلبس نظارات، لو انا العدسة حطيت فيها لون ازرق هيشوف الدنيا ايه، زرقاء. طب لو حطيت العدسة في النظارة لونها أخضر هيشوف الدنيا إيه؟ خضرة. طب كل الدنيا، كل حاجة، كل حاجة، بابا، ماما، شغل، الدراسة، خطيبتي، هيشوف كلها خضرة، صح كده؟ تمام. أهو برضو كده اللي عندهم أفكار سلبية أو معتقدات محورية سلبية هيشوف كل حاجة بالعدسة السلبية دي. طب يعني مثلا لو طفل مثلا بتعرض لتنمر واهله ما كانوا سايبينه، حتى البيزك نيدز مش بيديها له، يعني لا بيهتموا باكله ولا بيهتموا بعياطه ولا بيهتموا باي حاجه، ولا بيغيروا الدايبر، منفضين للعيل خالص. اوكي، الواد ده هيطلع ايه؟ هيطلع نظرته للعالم ان العالم ده خطير، غير امن، ده مكان صعب، وان الناس اللي حواليه دايما نتيجه التنمر، ان الناس دايما هتاذيني، في اذى، توقع دايما للأذى، توقع دايما لعدم الحب، مفيش حد هيحبني. طيب وهيبقى عنده احساس ان هو عاوز يراضي الناس طول الوقت، بنسميها هنا بيبقى الدور مات بتاعت الناس، يعني اللي هو بيبقى سجادة الناس تدوس عليها، فاهم؟ اللي هو ما بياخدش حقه خالص، عاوز يراضي في الناس وخلاص، لانه خايف من الناس وحاسس ان هو مش محبوب، فبيحاول يعني يبقى اسمها people pleaser يعني. طيب الشخص ده الشخص ده لو راح مثلا اشتغل وراح لابس بدله كده وفي شغله بيروح كل يوم، فواحد صاحبه قال له ايه يا عم الشياكه دي، البدله دي عجباني قوي، ايه يا عم الشياكه دي، انت جايب البدله دي منين، ايه الحلاوه دي. اوكي، لو واحد عادي ما عندوش مشكله نفسيه هيأكسبت الكومبلمنت دي
قول له يعني المجاملة دي، يقول له الله يخليك، ده من ذوقك، ده انا جايبها من كذا، ويبقى مبسوط بنفسه كده، والسيلف استيم يطلع لفوق شوية كده. الشخص اللي عنده بقى مر بالظروف الصعبة اللي انا بقولها دي، هيجي لما واحد يديله يعني كلمة حلوة ولا كومبلمنت ولا بتاع، يقوم هو اول فكرة يقول لك اه هو بيقول لي البدلة حلوة، يبقى هو هيجي بكرة ويطلب مني حاجة. هو انا عارف الناس دي بتقول كده عشان يبقى في دماغها يطلب حاجة، اوكي. او يجي يقول لك لا هو بيشكر وبيجاملني وكده، لان هو انسان كويس، انما انا اصلا شكلي زبالة اصلا، ده منظر اصلا يعني، بس هو عشان انسان طيب وبتاع ولسانه حلو وابن ناس ومش عارف ايه، فبيقول لي يعني ان انا كومبلمنت دي وكده. فشايف هو بيفسر الدنيا ازاي، يعني هو فسرها ايه بمستراست في الاول، هو عاوز مني حاجه، بدل ما هو بيعمل كده بعاوز حاجه. ها، وفيها مايند ريدنج، الناس فاهمه بقى مايند ريدنج من الحلقه اللي فاتت، ها مايند ريدنج اللي هو بيقرا العقل، انا فاهم هو بيفكر في ايه، ودايما بيفكر في سلبيه، يبقى هو عاوز مني حاجه، او هو شايف اللي هو unlovable و unlikable، اللي هو انا مش محبوب وانا مش مرغوب فيا وبتاع، فاكيد الراجل ده نايس قوي وبيشجع مني، انما هو انا شكلي وحش كده كده، فاهم انت الفكرة؟ وهكذا بقى. انا ممكن اترجم المواقف، انا بديك موقف يعني كلها، على ان الدنيا دي انا مش محبوب، انا فاشل، أنا العالم ده لا يمكن الثقة بيه، انا عارف الناس كلها دايما عاوزة تأذي اللي حواليها وهكذا. طب انا لما يكون افكاري كلها كده، ايه الناتج؟ لا، انت الناتج بقى هيبقى عندك مرض من الامراض النفسية المشهورة، هيكون عندك مرض القلق، هيجي لك مرض الاكتئاب، هيجي لك مرض اللو سيلف استيم اللي هو عدم الثقة بالنفس وهكذا. فهتبقى ايه؟ طب ده لما يبقى عندك المشاعر دي والامراض دي، سلوكك ايه؟ طبعا السلوك هيبقى سلبي، وهتلاقي نفسك بتنطوي على نفسك، هتلاقي نفسك مش عاوز تتكلم، هتلاقي نفسك بتافويد الاي كونتاكت، يعني مش تحاول، ما تقدرش تبص لحد في عينه لان انت مش واثق في نفسك وهكذا. فدي فكرة بقى العلاج المعرفي السلوكي، ان انا هغير العدسة اللي انا بشوف بيها نفسي، واللي بشوف بيها اللي حواليا، وبشوف بيها العالم كله. طب العدسة دي بقى هتشيل بقى العدسة السوداء والعدسة الخضراء والزرقاء، وتجيب لي بقى عدسة بيضاء 100% حلوة، تشوف كل حاجة حلوة وتشوف الجمال في نفسي والجمال في الناس. لا، احنا عاوزين نغير العدسة ونخليها عدسة واقعية، عدسة منطقية، مش عاوزين، لا احنا لازم نشوف السلبيات، ما تقدرش تعيش من غير ما تشوف السلبيات، السلبيات في نفسك، السلبيات في الناس اللي حواليك، السلبيات في العالم، بس انا عاوز العدسة اللي نبص بيها تكون عدسة منطقية. anyway انا خلصت الكلمة اللي انا عاوز اقولها، الحمد لله خلصناها في نص ساعة. بص، احنا دلوقتي لو حد عنده اسئلة ممكن هيسأل، ما عندكش اسئلة احنا ممكن نشارك، بس انا عندي ثلاث اسئلة بحب الناس تشارك بيها. احنا النهاردة قلنا ثلاث حاجات صح؟ قلنا الجورنال اللي هو كتابة الافكار والمشاعر، اللي المذكرات او الافكار والمشاعر، عاوزك تقول لي اذا انت ناوي تكتب افكارك ومشاعرك ولا لا، يعني عاوزك تقول لي اذا انت شايف دي حاجه مهمه ولا لا، وايه الباريرز، يعني ايه الحواجز اللي مخليك مش عاوز تعمل كده. يعني انا ابتديت المحاضره النهارده ان الجورنال يور فيلينج دي حاجه مهمه، ان انت تكتب افكارك دي حاجه مهمه ومشاعرك دي حاجه مهمه. لو انت مش عاوز تكتبها قول لي ايه الحواجز وازاي تتغلب عليها، ده السؤال الاولاني. يبقى لي انت ناوي جورنال ولا لا، وايه الحواجز اللي انت لو انت ناوي تعمل كده، لو في موانع تخليك تمنع الموضوع قول لي عليها، عشان احنا نسمع بعض ونتعلم من بعض. تاني حاجه اتكلمنا على حاجه اللي هي بوزيتيف افيرميشن، اللي هي التاكيدات الايجابيه صح؟ قول لي ايه عاوز تقول لي، ايه قول لي، عاوز تقول لي مقوله، قول لي عاوز تقول لي حاجه انت دايما بترددها في دماغك، قول لي. ممكن يكون كلمه قالها لك باباك زمان وانت هي دي الكلمه اللي ماشياك ومخليك مكمل حياتك، فانت قول لي ايه التاكيدات الايجابيه اللي بتستخدمها، كفايه بس قول لي اتنين. وزي ما قلت لك اي تاكيدات ايجابيه انت بتستخدمها قولها لي، لان احنا هنتعلم من بعض بالطريقه دي. السؤال التالت، قول لي لو انت في اي مشكله في الافكار، يعني انت الراجل اللي هو عنده من شويه اللي بقول لك عنده عدسه سودة، ده اللي هو حاسس بالاحساس بالفشل واحساس
ان انا مش محبوب، وان وان الناس لو جملتني في حاجه ده قصدها شر، وان قول لي لو في فكره معينه انت حابب تغيرها. يعني قول لي مثلا عندي موضوع ان انا مش محبوب ده يعني حاجه عاوز اغيرها، موضوع ان مفيش امل دي حاجه عاوز اغيرها، موضوع ان مفيش امان عدم الامان دي حاجه عاوز اغيرها، موضوع التفكير القطبي عاوز اغيره، موضوع ان انا استبعاد الايجابي اللي هي بنسميها discounting the positive ده عاوز اغيره. يعني قول لي لو في فكره معينه من كلامي انت حاسس ان دي عاوز تغيرها في نفسك، قول لي ايه هي الفكره. مش بنقولها بنتشارك بيها دلوقتي مش عشان نغيظ بعض، يعني عنده افكار سلبيه، لا عشان نتعلم. لان انت ممكن تقول لي انا عندي مشكله ان هو عدم احساس بالامان مثلا، او فكرة ان مفيش امان في الدنيا. انت لما تقولها ممكن اللي عنده نفس الفكرة تلفت نظره ليها ويحس ان هو عاوز يغيرها. يبقى هما 3 اسئلة تركز عليهم، وانت حتى للناس اللي هتسمع المحاضرة على اليوتيوب انا عاوزك تقعد مع نفسك كده عشان تحس ان انت اتعلمت النهاردة حاجة. اكتب لي ايه فوائد والحواجز لكتابة المشاعر والافكار، اكتب لي شوية تأكيدات ايجابية، اكتب لي اي معتقدات